اكيد طبعا كلكم مستغربين عشان انا كاتب على الصوره المصغره المظلوم، لان فعلا الاير براش هو فعلا مظلوم، لان هو مهم جدا في حياه اي رسام، مهم جدا في حياه اي حد بيشتغل في المجسمات وبيشتغل في المصغرات زي ما انا شغال كده بالظبط. ومع ذلك بلاقي ناس كتيره جدا ما بتتكلمش عنه وبتتكلمش عن اهميته، وفي ناس كتير بتقول ما ينفعش الاير براش يشتغل على الكمبرسور ال 30 لتر وال 50 لتر وال 100 لتر، الكمبرسورات اللي هي بتكون موجوده في الورش الكبيره. في الفيديو بتاع النهارده هثبت لك عكس كده، وهنوصل الاير براش وهنشغله على كمبرسور 30 لتر، بس في تركيبه بسيطه كده هنظبطها مع بعض عشان تقدر تشتغل على الكمبرسور ال 30 لتر. ولو انت مهتم بفيديو النهارده تابع الفيديو للنهايه عشان تقدر توصل لكل التفاصيل اللي موجوده في حلقه النهارده. اهلا بكم متابعين قناه دربكه، معاكم محمد زواب. دي العلبه اللي بيكون فيها الاير براش وفيها كل محتوياته. هو مش جديد، هو كان موجود عندي من بدري، بس للاسف الخرطوم بتاعه كان مقطوع وقعدت فتره طويله عبال ما دورت وشفت خرطوم بديل. تعالوا بقى نفتح العلبه بتاعه الاير براش ونشوف كل محتوياتها. الخرطوم اللي بيكون جاي بيه جديد لونه اسود، والخرطوم دوت مش هتلاقيه موجود في اي مكان، فانا حاولت اشوف خرطوم بديل كده اشتغل بيه واشتغل معاه كويس. تعالوا نبدا بالازازتين الصغيرين اللي بيجوا مع الاير براش. اول حاجه بنلاقي ازازه فيها جزء من فوق بيركب في الاير براش مباشر، ودوت لو انا هشتغل في كميات بوهيه كبيره. وبعد كده بلاقي جزء زيه بس بغطا، يعني زي برطمان صغير، ده اللي بجهز فيه بوهيه لو انا هشتغل مثلا بلونين وعايز اشتغل بطريقه سريعه، بس لو انا هشتغل بكميات. ودوت الشيال او الحامل بتاع الاير براش، لو انا هعلقه قدامي كده في اي مكان هعلقه بمسمارين وهيشال بنفس الطريقه دي كده. وده الاير براش، وفي ناس كتير جدا بتقول عليه قلم رش. اول حاجه هنلاقي لي غطا من قدام، والغطا ده بيركب على الجزء اللي قدام اللي بيخرج منه الدهان. وده ريديوسر لو حابب تشغله على كومبرسر كبير زي ما اتفقنا. وبالبلدي كده ده القمع الصغير اللي انت هتستخدمه على طول، وهو هيكون روح القلم الرش بتاعك. وده الخرطوم المناسب اللي انا لقيته يحل محل الخرطوم القديم. تعالوا بقى نشوف مع بعض ازاي هنشتغل بالقلم الرش على الكمبرسور ال 30 لتر زي ما اتفقنا. الكمبرسور ده كاتم للصوت وهيفيدك جدا في الشغل المنزلي، انا عامل له مراجعه كامله، هسيب لك الرابط في صندوق الوصف وخش شد بص هتستفيد منه كتير. ركزوا بقى معايا عشان الجزء ده مهم جدا من الفيديو. القطعه اللي في ايد اليمين دي اسمها نبل ربع بوصه، والقطعه اللي في ايد الشمال وصله سريعه متحركه بتركب برده على نفس القطعه دي وبرده ربع بوصه. والسموله بتاعت الاير برش برده هنلاقيها ربع بوصه بتركب على نفس النبل ده. وكده انت حليت المشكله بتاعتك وتقدر توصل الكلام ده على الكمبرسور ال 30 لتر. طيب ازاي؟ تعالوا كده نركز مع بعض ونشوف هنوصل الكلام ده كله ازاي مع بعض. الوصله السريعه المتحركه بتركب في الوصله السريعه الثابته اللي موجوده في الكمبرسور، والقطعتين دولت بيتباعوا مع بعض عند اي حد بيبيع محابس والناس اللي شغاله في كمبرسورات. لما بتشتري الكمبرسور جديد بيجي بالمحبس بتاعه اللي هو ربع بوصه، وانت بتشتري له القطعتين دول بتركب القطعه الثابته في الكمبرسور والقطعه المتحركه بتتحرك معاك بنفس الطريقه دي. تعالوا بقى نوصل الوصلات بتاعتنا باستخدام التفلون، والتفلون ده هيكون مانع تسريب لاي ضغط خارج من الكمبرسور. كده احنا ربطنا الوصلات بتاعتنا، مش فاضل غير ان احنا نركب الخرطوم عشان نبتدي الشغل. هنجيب الخرطوم وهنوصله بنفس الطريقه دي كده بالظبط. اهم حاجه تخلي الخرطوم ثابت وتلف انت الوصله بايدك الشمال، عشان لو لفيت الخرطوم بايدك اليمين الخرطوم هيلف حلوين بعض وهيبقى سهل جدا يتقطع. بعد كده هتجيب الزراديه وتربط عليه ربطه بسيطه جدا. انت لو تلاحظ ان احنا ما حطيناش اصلا تفرن على السن ده، لان الخطوه بتاعت السن ضيقه فصعب يحصل تسريب، لان احنا هنشتغل على ضغط قليل. وهنربط قلم الرش بنفس الطريقه، هنلف قلم الرش ومش هنلف الخرطوم. تعالوا بقى نشغل الكمبرسور، وفي حاجه مهمه لازم تاخد بالك منها.
الكمبرسور دوت لما بيجي يشتغل ويشحن الخزان ما بيفصلش غير لما يوصل 7 بار، فضغط ال 7 بار هيكون كتير جدا على قلم الرش، ممكن يضرب الابره وممكن يضرب الخرطوم. فاحنا هنيجي عند 3 بار وهنبتدي نفصله مانوال بايدينا، يعني لو زودت قوي قوي اخرك 4 بار. وزي ما انتم شفتوا انا فصلت اول ما وصل 3 بار مانوال بايديا. هفتح المحبس الرئيسي وبعد كده هبتدي اشتغل. قبل ما نضيف له الوان ونشتغل بيه، تعالوا الاول نوريكم الفكره هو بيشتغل ازاي. لو تلاحظوا ان الزرار بتاعه له حركتين عشان اعرف اشتغل بيه، بدوس عليه لتحت وبعد كده برجع بيه لورا. ولو تلاحظوا ان في هنا الجلاش صغير كده، الفكره كلها لما باجي ادوس على الزرار من فوق بيخرج هواء ما بيخرجش اللون اللي انا شغال بيه، يعني لما بدوس على الزرار من فوق وبعد كده برجع بيه شويه لورا بيبتدي يخرج اللون اللي انا شغال بيه مع الهواء. طيب لو انا عايز احدد كميه اللون اللي خارجه من القلم الرش هعمل ايه؟ هبتدي اربط على الجلاش اللي قدام لحد لما ازق الزرار لورا، وطبيعي لما اجي ادوس هيخرج الهواء مع كميه اللون اللي انا هستخدمه. وبالحركه دي يبقى انا كده ظبطت الكميه اللي خارجه من القلم الرش، عشان لو شغال في حاجه دقيقه جدا وعايز الكميه تبقى واحده. وموضوع الجلاش دوت لو عجبك تقدر تزود منه الكميه وتقلل منه الكميه زي ما انتم شايفين كده. وفي ناس بتشتغل مانوال بترجع المسمار ده على الاخر خالص وبعد كده بتشتغل مانوال. وبصراحه لو انت اتعودت على الشغل المانوال هيكون احسن ليك بكتير من شغل الثابت. تعالوا بقى نشتغل عملي ونتعرف على الازازتين دول ونشوف طبيعه استخدامهم. باختصار الازازتين دولت لو انا هشتغل بكميات بويه كبيره وهشتغل بلونين اساسيين، واحده هجهز فيها اللون وهركنها والتانيه هجهز فيها اللون وهشتغل بيها، وهركبها بنفس الطريقه دي على قلم الرش. فطبيعي بعد ما ركبت البرطمان واشتغلت بيه كميه اللون اللي موجوده جوه هتخلص، فبدل ما انا افك وبعد كده اضيف لون تاني هبتدي افك البرطمان، وانا كده كده مجهز لون تاني في البرطمان التاني. كل اللي انا هعمله هفك الغطا وهربط البرطمان في الجزء الثابت اللي موجود في قلم الرش. ودي الفكره بتاعت البرطمانين لو انا هشتغل في كميه كبيره من البويه. والقطعه دي مهمه جدا جدا لو انا هطعم بكذا لون في وقت واحد وفي نفس الوقت بكميه صغيره جدا. والاجمل من كده لو انا ايديا شغاله في لوحات وايديا مرفوعه لفوق، كميه اللون اللي موجوده عمرها ما هتقع. طيب واهم حاجه تاخد بالك من حاجه مهمه جدا، لو انت اشتغلت في جزء مسطح وثابت اللون كله هيقع على الشغل بتاعك ومجهودك كله هيضيع وهتبقى مشكله كبيره. الحل ان انت هتلف القمع بتاعك بالطريقه دي وبعد كده هتشتغل في الجزء المسطح بكل سهوله. وبرده تخلي بالك لو انت مش متمكن قوي من الموضوع دوت اشتغل بالبرطمان هيكون امن بكتير. ونوع الاير برش دوت عكس النوع التاني اللي هو بيشتغل في المسطحات بس، يعني اي حاجه بشكل قائم مش هينفع يشتغل فيها نهائي. فالنوع دوت طبعا بيشتغل للرسامين وبيشتغل الناس اللي شغاله في النماذج وبيشتغل كل الشغل اللي يخطر على بالك، بس اكيد طبعا في مجاله. تعالوا بقى نجيب نموذج صغير ونجرب عليه القلم الرش ونجرب معاه الالوان الاكريليك. هنختار اي لون، مثلا هنختار اللون الاحمر، وبعد كده هنوريكم ازاي هنشتغل عليه وندربه. دوت لو انا هشتغل بكميات بويه صغيره وحابب اعمل تطعيمات صغيره جدا، والطريقه دي هتكون سريعه جدا معاك لان انت ممكن تشتغل ب 10 الوان مختلفين في دقيقه واحده. هتضيف لون زي ما انا عملت وبعد كده هتجيب قطره صغيره، القطره دي هتحط منها نقطتين ميه صغيرين جدا عشان تخف اللون بتاعك وما تيجي تشتغل يخرج من قلم الرش بكل سهوله. بعد كده هتقلب كويس جدا وبعد كده هنبتدي نشتغل. انا خفيت اللون شويه عشان اوريكم بس فكره سريعه كده عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده في الشرح. والطريقه اللي انا شغال بيها دلوقتي انا بخرج هواء من غير لون، لو انا سحبت الزرار ده لورا هيخرج اللون مع الهواء وهقدر كمان اتحكم في الكميه اللي طالعه. الميزه في الاير برش بيديك اللون بتاعك ناعم، وكمان لو حبيت تدخل لون تاني تقدر تسيح اللونين مع بعض، يعني هتقدر تدخل لون مختلف مع اللون اللي انت عملته من غير ما يكون في حد ما بينهم او حد كده باين ما بينهم. واكيد طبعا اول ما تستخدمه هتحس ان هو صعب في التعامل، بس هو سهل جدا ومع كتر الوقت هيبقى سهل التعامل وهتقدر تعمل بيه شغل كويس جدا، وهتقدر تعفر باللونين وتقدر تشتغل وتعمل شغل تمويه كويس جدا. وفي الفيديو اللي فات عملنا عمل كامل بالاير برش، هسيب لك الرابط في صندوق الوصف، خش اد بص هتستفاد من الشرح كويس جدا. وحاجه اخيره قبل ما ننتهي من فيديو النهارده، وهي طريقه تنظيف قلم الرش بعد الاستخدام. هجيب البرطمان وازوده شويه ميه، بعد كده هركب البرطمان في القلم الرش كاني شغال بالوان عاديه خالص، بعد كده هجيب علبه فاضيه او كوبايه فاضيه وابتدي هرش فيها الميه دي. الميه طبعا هتطلع مع اللون. طيب انا دلوقتي بنضف بميه عشان انا اشتغلت بالوان اكريليك. لو انا اشتغلت بالوان اكريليك او اشتغلت بويه بلاستيك هنضف عادي بميه. طيب لو بتشتغل بالوان زيت هتنضف بسائل التربنتاين وممكن تستخدم النفط. وكده نبقى انتهينا من حلقه النهارده. لو في حد عنده اي سؤال يكتب لي في التعليقات. اهم حاجه لو انت شايف اللي انت استفدت من الفيديو بتاع النهارده ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام عليكم.